النسبية والمطلق، الكلمات لما تقراها كده او المعايير تقول ايه، ايه الكلمات الرنانة الكبيرة دي احنا ما نفهمهاش؟ لا احنا فاهمينها وعارفينها، فاهمينها وعارفينها ليه؟ لاننا نمارسها. اما نتكلم عن ازدواجية المعايير بمعنى ايه، امل النهاردة بتقول ان الدكتور حجازي هذا الرجل رائع رائع. طيب اوكي، يطلع لليوتيوب على مدار سنوات وانا بتكلم وبستضيف هذا الرجل واتكلم عنه على انه انسانياته، علمه، طريقته، كل هذه الاشياء. بعد بعض الوقت ظهرت بعض الاشياء على الدكتور حجازي، فهل المفروض ان امل تفضل في المطلق ده ولا التعميم لا يجوز كمطلق، وان في نسبية في الكلام، وان انه مش كده لا يطلق على امل كامل ازدواجية في المعايير، انها بتكيل بمكيالين، انه نفس الحدث ولكنها زي السفسطائيين كده، تقول النهاردة حكاية وبكرة حكاية، او تدافع عن الرأي ونقيض، كل هذه الاشياء الفلسفية الكبيرة الحقيقة بالصدفة وليست بالترتيب. عشان طبعا الاستاذة العزيزة منى مرسي كانت محضره لنا ضيفين لكن منفصلين، لكن الحقيقه هم موضوعهم مش بعيد عن بعض، لان احنا ضفنا الشاب الصغير، مش صغير في المقام، هو كبير جدا في المقام ولكنه صغير في السن، كان ترند هذه الايام وكان حدث. لكن قبل ما يطلع على الفضائيات كان في هذا المنبر وقال لي انا الحقيقه ما قدرتش اكمل تعليمي بشكل منتظم لاني اشتغلت وساعدت امي. قلت له انا عايزه ابوس ايد امك انها يعني اخرجت هذا الشاب اللي بيفتخر بوالدته انها كانت بتشتغل عشان تخليهم يكملوا، ثم انه عمل فاصبح دكتور في الجامعه. حقيقه نموذجين اكثر من رائعين. انا برجوكم ان انتوا النهارده احنا مش هنتكلم في مفاهيم وفلسفه، لكنها فلسفه الحياه. برجوكوا صبرا قليلا اسمعوا معانا وتفهموا وانا معاكم، لان في حاجات انا قدام دكتور حجازي يعني اجلس تلميذه لاتعلم. معنا ومعكم على الهواء الاستاذ دكتور محمد حجازي استاذ الاداره، اهلا وسهلا بيك يا دكتور، نورتني. الله يخليك يا فندم، ميرسي على الإطلالة الجميلة اللي حضرتك قلتيها وعلى هذا الثناء والإطراء. كمان سعيد أنا بالدكتور رائد أوي، أنا يعني سعيدة بالأستاذ دكتور رائد. وعايز أقول له يعني قبل ما نبدأ في أي حاجة، كلنا هذا الرجل مش حاجة جديدة، هو عنده ثقة في نفسه شديدة أوي، وهو وأي إنسان دي يعني معناها دي مكرمة لأهله. أيوة يعني ده أيوة. يسلم الست اللي ربت. جميل جميل. والطالب نفسه اللي جاي وداخل في المدرج هو حتى الترند ده هو مفيد للطالب على فكرة. في ناس كتير جدا تعاني وتعاني في صمت ولكنها عندها نوع من التطلع، أنا بخليه يزيد تطلعه الأمل طبعا. الأمل مش اليأس. لا طبعا هو يعني اليأس يعني طب والانتظار يا دكتور. الانتظار ما هنا مشكلة الانتظار برضو. ليه في تروحي مثلا في متحف أو متحف باللغة العربية يعني في أوروبا وتلاقيه واقف وماسك معاه كتاب وبيقراه ومنتهى الاطمئنان، ده انتظار. ليه ما بتروح البنك دلوقتي تاخد الرقم وقاعدة منتهى الاطمئنان؟ لا في اطمئنان، أنا عارف إن هيجي عليا الدور. شوفي روحي مثلا وحدة زي وحدات المرور أو إلى آخره. على فكرة دلوقتي بقت منظمة بالشكل اللي بقول لك عليه ما قبل، يعني عشان يبقى الواحد يبقى صادق يعني. مش عارف هوصل امتى، مش عارف هدخل امتى، مش عارف اعمل ايه، ما اعرفش ايه، زي ما اناش عارف ايه اللي موجود يعني. يعني انا لو عارف ان انا الانتظار الخطوة رقم واحد هتبقى كذا، المدة هتبقى كذا الى اخره، لكن قاعد للمجهول، فهو دي المشكلة. والانتظار كمان مرتبط بقضية الصبر، يعني هل احنا اتمرنا على الصبر وعلى وكمان الصبر الجميل دون تبرم، واذا انتظرت ولم يحدث المراد
قال برضو يبقى عندي نوع من الامل مره اخرى ومره ثالثه والى اخره. يمكن الدكتور عنده من التجارب في هذا دكتور. لكن كان وانت وانت استاذ يعني انت تخصصك فلسفه، هل كان لديك الصبر؟ ما اهلا وسهلا الاول بحضرتك، نورتني نورتني وشرفتني، وانا سعيده ان انت بترجع لبيتك الاساسي هي الخمسه. طبعا الله يخليك حضرتك، الله يخليك سيدنا الدكتور حجازي جدا، استمتعت بيه كمان اكتر قبل الهوا. حاجه علمها طبعا. بس هاخد حضرتك لايه في القران، ربنا بيقول ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. الله، فكره الصبر والشكر، صبر على المحن والأزمات وفي نفس الوقت بتشكر. هل احنا بنصبر بطبعنا؟ للأسف لا. ازاي ربنا قال على لسان سيدنا يعقوب فصبر جميل، ازاي الصبر يكون جميل؟ فالصبر عمره ما يكون جميل. الصبر يكون جميل يا دكتور بالاستعانة بالله، عشان كده قال فصبر جميل والله المستعان. فانت من غير الاستعانه بالله الصبر عمره ما هيكون جميل. تمام. طيب. قلت دكتور الصبار على وزن فعال، صيغه مبالغه. يعني يعني مش صبر جميل كمان. انا بقى لا. لا يعني هنا ايه المزيد والمزيد من الصبر. نعم. انت قلت بقى هنا ايه، الله فتش عن البيت وعن التربيه. نعم. فتش عن الام، انا اتكلم على امي الله يرحمها ويحسن اليها، وتستحق مني يعني. شوف انت هتقول على والدتك قد ايه. بعد الهوى وعلى ما اعتقد ان والدتك ان الوالد متوفي. الوالد متوفي يعني من سنوات، وهي الام اللي شالت يعني حته الدين. مش التدين الزائف. الدين هنا ان ربنا معك اصبر، ان ربنا معك بص شوف وصل ايه، بص شوف حصل ايه، طب احنا مش لاقيين، لا بص شوف اللي جاي ايه. دي الام. دي الام. فهو هو ممكن يقول كتير في هذا. طيب دكتور رائف، انا عايز اسمع كتير عن ماما. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان في اوقات كتير جدا الامهات بتقنت من كتر طلبات الولاد. فازاي الوالده قدرت انها تستحمل وتديك هذا الصبر؟ بس هي والدتي انا بفخر ان انا اقول ان هي مش مكمله تعليمها خالص. عادي يعني، ده حاجه يعني يا دوبك بتعرف تقرا وتكتب. انما كانت حريصه جدا استاذه امل ان هي تعلم الاربعه، انا واخواتي الاربعه. انتوا رسالتي ان انا اوصلكوا جامعه، ورسالتي تنتهي لغايه كده. يعني رسالتي في الدنيا ان انا ادخلكوا جامعه، انكم تتعلموا. انت واخوك تشتغل وتكافح تصرف على البيت، انما ما تنساش دراستك. ففكره ان هي كانت بتعمل يعني بتعمل. بعد كده بقى توليت انا واخويا بقى مسؤوليه البيت، والاثنين التانيين بنات. كملوا تعليمهم. مهندسه ومحاميه ومدرس ودكتور. بسم الله الله اكبر. فحته ان انت تشتغل انت واخوك وصرف على البيت، بس ده مش كافي. انت كده ما اسعدتنيش، انت كده ما بسطتنيش. انا عايز ابقى فخوره بيكوا قدام الدنيا كلها. دكتور رائف، لما كانت بتشوفك في الفضائيات اليومين اللي فاتوا كانت بتبكي طبعا، فرحانه جدا. انا جد. يوم لما اتعينت معيد، انا من كتر خوفي ان انا اتصل بيها، انا كنت شغال في القاهره، الصوره اللي نزلت دي القريه الذكيه. عارف يا دكتور كان عامل تشوينات. واتصلوا بيا. يعني بص يا دكتور. لا هو لديه ثقه في نفسه. على فكره الانسان كل ما بيكون عنده ثقه في نفسه مش بيتكبر وبيتواضع. اللي انا متضخمه عنده ده اعرف ان هو من جوه خاوي جدا. شوف كمان ثمار التجربه في اداءه الاكاديمي اللي هو يعني دي ممكن تفيدني جدا انا في الاداره. ازاي بقى يا دكتور؟ ازاي انا شفت هنا دي حاجه في البحث العلمي استقرائيه على الطبيعه، يمكن انا قريتها في الكتاب مثلا. على سبيل المثال ان انا بعمل التشوينات، بعمل حاجه اسمها التستيف او الرص في مكان معين بشكل معين، هو مرسه بايده وشافه. لما يجي يشرحه للطالب ولا حاجه بتلاقي شايف الحاجه موجوده قدامه، مش واخده منه المجهود الذهني لعمليه التصور. التصور ده في المنطق عمليه استنتاجيه استنباطيه، لكن هو راح على ارضيه الواقع وتعامل مع البشر، علاقات البشر. يجي يبقى في فلسفة هنا ويجي يأصل الموضوع ليه. يعني هي الفلسفة كلمة ليه، كل ليه دي موجودة عنده يقدر يجيبها لأنه مارسها أدائيا.
دكتور رائف، قولي بقى لما هي بتشوفك كده وبترجع من الشاشات والناس مبسوطة بيك وكل السوشيال ميديا عمالة تتكلم تقول هذا الرجل الصالح بالظبط ابني. بس انا الست دي امي. انا لو اقول لحضرتك والله العظيم يا استاذه انا، والله يا دكتور حياز، انا كنت بتفوق في دراستي من صغري عشان ارضى امي، اخدها من ايديها كده. على فكره هو دخل التربيه وهو مش عارف، كنت عايز فنون جميل. انا كنت اخدها من ايديها كده يا استاذه انا، والله العظيم نهايه كل سنه والله اسم ابنك على لوحه الشرف الاول على المدرسه، انت كده مبسوطه بقى. تقول لك انا كده يعني، انا كده رسالتي وصلت ان انت تبقى حريص. انا كنت حريص ان انا اتفوق في دراستي بس ارضاء لي، ان هي تبقى مبسوطه. انا مش عايز غير ان هي تبقى مبسوطه. انت بتشتغل وتتعب وتصرف على البيت بس ده مش كافي، انا عايزك تتفوق. انا شايفك طيب. ده ماما. طلبه دول بقى، بصي انا خدت على عاتقي بيكتبوا له يا دكتور كلام مش ممكن. بصي انت مجرب على فكره، اجمل شيء في العمليه التعليميه كلها على كافه المستويات طالب، حب الطالب ده أوي. تقديره أوي. تاج على رؤوس الاستاذ لا يشعر به الا المفتقر. عارف زي ايه يا دكتور؟ زي الممثل وهو على المسرح. ما هو بصي، هو في حته تمثيل طبعا وهعرف الدكتور وتلوين الصوت والحركه بقى والاخره، هو بحضرتك عارف القصه طبعا. دي لكن قد ايه شعور الغبطه والفرحه في عيون طالب، بلس ان هو بيجي الولد عايز يكلمك وعايز يشكرك، وبعد ما بيتخرج ويطلع لما تلاقي حد بيسلم عليك، ايه المشاعر الفياضه الجميله دي؟ طب هو بيسلم عليا ليه؟ ان كنت انا لست على مستوى رغم ان انا شديد على فكره، يعني انا عارفه بس الضبط. شديد مش في مش شديد على الاطلاق، ده النسبي والمطلق. النسبي شديد بان انا ما احبش محاضرتي يبقى فيها هرج ومرج. لا كريزان بالظبط. شديد في ان انا ما احبش مثلا ان ولد يتجاوز في الكلام، لكن هو برضه او بنت يعني مش ولد. لما يجي المدرج او يجي لي المكتب، هو بيحس بعد كده، بيحس انت عايز توصلي بيه لايه؟ وعلى فكره الطالب يعني عنده امكانيات اللي هو زي ابنك في البيت كده بالظبط، وعارفه يعني من النظره بيفهم وعارف مين اللي بيعمل لمصلحته ومين اللي بيأدي. عشان كده ان الدكتور رائف اكيد الناس بتحبه جدا، وفي ناس بتاخده نموذج. هنا بقى من حته المعيار يعني نموذج متحقق اهو مش متصور، اللي هو ما يجب ان يكون. يعني اذا هنا ايه كويس، الحياه بتاعتنا دي كلها احنا حاطين معايير لكل ماديات الدنيا. تشتري الذهب ده معيار، يعني معناها ايه؟ في مستوى معين بجرام لا انت ده الاداه بقى بتاعت المعيار اللي هو القياس. يعني انا عندي اداه القياس، عايز اشوف اللي انا بشتريه ده مساوي للمعيار ولا قريب منه ولا نيجي بقى في علاقاتنا الإنسانية وفي عملنا وفي الأخيرة. نحن بنفكر بالمطلق أصوليون ده. يعني مش عايز أدخل في الأصولي، هو بس صاحب الحقيقة الواحدة. فالأصولي إذا كان بيتكلم على الدين الأصوليون، ففي الحياة المدنية في أصوليون كتير جدا. دوغماتيقية، يعني أنا عايز الدوغما معناها يعني إيه؟ مفيش غير كده. رأي حضرتك قلت الرأي أنا من الكياسة. وحتى كده في السلفيين يسموهم الأكياس، من الكياسة بمكان أن تغيري رأيك. القصة اللي هي المريرة اللي أنا بشوفها، أنا قلت رأيي من سنة مثلا في أي فصيل، جات لي معلومات، المعلومات دي نسفت رأيي السابق، أما غير رأيي أنا طبعا مع ثبات العام الأخرى على حالة علمية. يعني التلون والمنافق مانيش دعوة بيه. زي إيه؟ أنا تقولي اللي راحوا الصحراء لو كان لديهم علم، وعندهم علم بس فطري. لا ما انا لا فطري هنا مش علم، مقصد علم. انا بالعلم مش الساينس. لو عنده معرفه، لو عرف الطالب اللي بيجي لي اللي بيبقى جاي واخد عنده فكره عن الفلسفه ان دي حاجه سيئه جدا، يقوم ياخد المعلومات من الدكتور مره على مره ابتدى يغير رايه. كان عنده راي مثلا في المعتزله، بعدين نتكلم مع بعض، انه سيء جدا المعتزله، رأى ان هم الناس التأوليين، الناس اللي بيفكروا بعقلهم، الناس الى اخره. لما ارى فيهم وشاف القصه، يجي مثلا يقول له
ويد الله فوق أيديهم. فهم قالوا يد الله يعني قوة الله ولا خيره. ناس يعني قالوا لا 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 اليد هي اليد ومش عارف ايه. فلما يجي هنا بقى الدكتور يقول له والله ادي فصيل بيقول كذا 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 وفصيل بيقول كذا كذا. هنا في نسبية. نسبية يعني انا اعمال العقل. ما اجي اقول لك ده يناسبني ده يوافقني ده يلائمني. اذا ناسبني الان ممكن ما يناسبنيش كمان شوية. انت لابس بلوفر يناسبني في البرد, لكن لما يجي لك في الصيف ولابس بلوفر تقول لي لا يناسبك. لكن المطلق النص فقط, النص الالهي هو المطلق. طيب ده ما يخليناش يا دكتور رائف وانت بقى رجل بتاع فلسفة يعني خلينا نعملها كده زي حوار نقاشي نحن الثلاثة. ده ما يخليش حد وهو بيشوفنا يقول لا يا جماعة انتوا كده بتتلونوا. ايه الفرق بين النسبية والتلون؟ النسبية والنفاق. النسبية وأشياء كثيرة جدا. في ناس مثلا في عصر مبارك كانت بتسبح وحمده, ثم أول ما مشي مبارك كانت بتقول مش عارف إيه, ثم وهكذا. يعني عندهم قدرة على أنهم يتلونوا بشكل كبير جدا. الفرق بينهم وبين النسبية التي يتحدث عنها دكتور حجازي. الدكتور حجازي بيتكلم على نسبية العلم. العلم نفسه نسبي, ما هي شقيني. زمان أرسطو كان بيقول العلم وليس آراء الأشخاص. لا, وآراء الأشخاص مش في شخص. آراء الأشخاص لو بيتكلم في شخص بغرض معين مصلحته مثلا هيبقى انفاق وتلون وكذا. إنما الدكتور حجازي أظن يعني بيتكلم على العلم. فكرة العلم نسبي طبعا. فكرة إن أرسطو كان في البداية خالص بيقول إن الأرض هي مركز الكون مثلا, يعني ثبت بعد كده ان الشمس هي مركز الكون. العلماء زمان قالوا ان شكل الارض كانت يعني كرويه, ثبت بعد كده ان هي بيضاويه. فالعلم نسبي حتى في الدين. طبعا حتى في الدين الفقهي ده المفروض ان الفتوى نفسها بتختلف باختلاف الزمان والمكان. لا ما هو ده هيدخلنا في جدل عقيم. لا هو ليش عقيم؟ اعمال العقل. والله يا دكتور عقيم. ليه؟ لانه عندما تتحدث عن الدين يرهبوك. نعم. لا احنا مش بنتحدث عن الدين. لا انا بكلمك في الفتاوى. يعني الدكتور قال في الفتاوى عندما تتحدث تحديدا عن الدين فيقول لك الله. انا فاهم انت عايز تقول. انت نتكلم في الفلسفه. في فلسفه اسلاميه. المنافق يظهر خلاف ما يبطن. المتلون بيتعامل مع الشخص. لما اجي اتكلم على الرئيس مبارك الله يرحمه ويحسن اليه, هنا القصه انت انا عندي كل الناس الله يرحمه كويس, ما هو مسيحيين مسلمين كفار. ما هو ليه؟ لان انا ما عنديش بالظبط. يعني ما عنديش سك من عند ربنا يقول لي اعملي قولي ده الله يرحمه وده مش الله يرحمه. يعني يا ريت تقري محمد محي الدين ابن عربي اللي هو كان بيحب الصخر. يعني الديدنه ودينه الحب. ومن هو ابن عربي؟ لا تقول لي لا, لا مسيحي ولا مسلم. انا بحب الانسان. انت عارف حضرتك الدكتوراه بتاعت شيخنا الجليل. انا شغال شيخ الطيب. احمد الطيب. في هذا التخصص. انا يمكن ليا بحث في التصوف ضمن عربي. بعد كلام حضرتك يا دكتور ليا بحث هينشر قريب على فكره التعايش السلمي. التعايش مع فكره كلمة الآخر دي أصلا كمان مرفوضة. أنا يعني كمان ربطها تماما. الآخر ده سواء ولد ولا بنت ولا مسلم ولا مسيح. فكرة المدخل الإنساني إنك بتتعاملي مع الإنسان بصرف النظر. وهو ده يمكن ده دي رسالتي أو ده شغلي في التدريس. يعني حاسة كلمة الله يرحم موتانا. أنا ضدها. الله يرحم الجميع. يرحم الجميع طبعا. يعني إيه موتانا وموتاكم دي بص دكتور دكتور حجازي احنا كنا عايشين طبيعيين. بكلمك بجد. فيما قبل عصور الظلام الوهابيه كنا عايشين طبيعيين جدا. كانت امي بتلبس عادي وما كانتش محجبه, وكانوا بيروحوا يتفرجوا يسمعوا ام كلثوم ويستمتعوا بالقوى الناعمه, وما عرفناش يعني ايه مسيحي ومسلم. وكانت الحياه وتربينا في مدارس راهبات ورمارة نصها مسيحيين نصها مسلمين. محدش قال لحد. والطبق الدوار اللي شغال طول النهار في من هنا لهنا 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 ماشي في البيت كله. ثم جاء فترة كده
انا بستشعرها ان انا قلقت، مش هي دي بلدنا. وجينا في الفتره دي في كميه انفتاح تقلقك ابصر. يعني عارف يا دكتور، الوسطيه في كل شيء جميله، انما اللي احنا فيه برضو ما هوش جميل. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ما هوش جميل. الاباحيه في ان بنت مثلا تطلع تعمل تيك توك وهي بتتكلم كده، مش عارف مش عارف. احنا بنتفرح كتير يعني قوي. هي القصه برضو انا يعني تفصيليا في فتره السبعينات اللي هو نقول الهجره المؤقته لكثير من المصريين للدول العربيه الخليج بالذات والسعوديه بالذات، انا قعدت فتره لا باس بها. ففي حاجه اسمها ثقافه الغالب. ايه ثقافه الغالب؟ ان الموجود مؤقت. انت لبستي، احنا لبسنا بدله هنا عشان لما كان الاستعمار الانجليزي. فين الجلابيه المصري بتاع؟ مش موجوده. ففي الجلابيه الخليجي، فرجعنا محملين بافكار وهابيه دون ان تلقى علينا. الناس اللي عندهم الافكار الوهابيه وادوها الان. صح. مع الامير وتقدموا. بقول لك وادوها وقتلوها. النهارده كانوا بيفتحوا معرض للكتاب يا دكتور. بص انا كنت بحج، كل المحلات فيها سيدات. هذا لم اكن اراه في السعوديه. عمري ما شفت امام الحرم ان حد بيبيع لي سيد، انما في الحرم هذا العام انا يعني الستات بلاش. انا ركبت من امام الحرم مع اوبر واحده ست. طيب يعني هنا دي اسمها ايه؟ التغيير بالصدمه. ايه التغيير بالصدمه؟ ان النهارده حاجه بكره يبقى في حاجه تانيه بالعافيه. في التغيير التدريجي. التغيير التدريجي في قوه اخرى مضاده اقوى بكثير جدا بتستخدم ايه. انا كنت لسه بكلم الدكتور يعني اما اقول لك كده وقد اجمعت الامه. أمي امه اما انا اقول انا كنتش معاك يعني الاربعه بتوع السنه اللي هم اولهم ابو حنيفة. ثم مالك الشافعي ابن حنبل. ان في حكم او في مساله معينه هم فكروا فيها فجاء الحكم عندهم واحد. فالناس اللي قاعد ترهب او عند الجمهور في ثلاثه منهم. عارفه لو تعملي حلقه ليه فقه ان الدنيا هتتحل. الفقه اللي ما كانش عندهم قانون، ما كانش فيه دوله حديثه. الان بقى فيه دوله حديثه وفي قانون ومستمد من الناس. فتح باب الاجتهاد. طب النهارده فتح باب الاجتهاد على لازم. النهارده كاتبه. لا مش انا اللي بقول على فكره، ولا الدكتور ده المؤتمر اللي معمول اخيرا. ويمكن اللي نبههم زي ما قلت لك كده، كنت بكلم مع الدكتور حاله من الحالات الموجوده في المجتمع. باب الاجتهاد يا فندم قفل في الفقه السني في القرن الرابع الهجري، يعني في 1000 سنه. انت شوف اي حاجه بتتكلم يا دكتور في الفقه بالذات انت بترهبني. ليه برهبك ليه؟ هقول لك ليه. انت لما بتكلمي عن الدين مش دين يا فندم. يا خرابي يا فندم مش دين. الفقه ده وضعين. ما هو بقى يا فندم ده فكري. انت فكر انسان يا فندم. ايوه ده فكر انسان. بس هم بيقلهوا الشخوص يا فندم. انا لم اتكلم في نقاط فنيه. النقاط الفنيه هروح للمتخصص واقول له تعالى. انا بكلمك على تاريخ الفقه ولماذا الفقه وما هو موجود في الفقه. طيب دلوقتي انت القانون المصري بعد ما ظهرت الدوله الحديثه اعتقد في القرن السادس عشر بقى في 3 سلطات. بقى احنا بنصنع القانون والقانون نسبي يا فندم. القانون كل شويه انت شوف السلطه اللي دور الانعقاد العادي اللي موجود دلوقتي هيغير كذا وغير كذا وغير كذا. الفقه ده كان بيتغير ليه؟ اللي ظهر في بغداد كان حاجه، واللي كان في المدينه حاجه، واللي كان هنا حاجه. وهم الفقهاء نفسهم هديلك مثل على الامام ابو حنيفه النعمان. اما جت دلوقتي فاكره القضيه اللي كان فيها حد مين اللي يحكم عليه بالحد؟ القتل يعني. هل اللي حرد ام اللي قتل؟ الاثنين. كويس. عمل ايه ابو حنيفه النعمان؟ جاب 3 من 3 واحد كبير في السن، واحد متوسط، واحد صغير، واعطاهم سنه. قال كل واحد يدرسها ويجي يقول لي رايه ايه. واحد جاي قال له يقام الحد على المحرض، والثاني قال على القاتل، والثالث قال له على الاثنين. لو انا بقى عايز اعرف اقول له تعال هنا هات لي عقل انساني، عقل انساني. فخلي بالك انا بوسع الاسلام قد ايه، واقول له اعمل ايه؟ افتش في القانون عندنا لو لقيت القانون على الاثنين. اذا دي موجوده في الفقه. ولو حد فكر تاني ويشوف النص هيجد
تخريجات كثيرة جدا، لا بتكلم في الدين ولا بتكلم في حاجة، أنا بس عايز أوسع إعمال العقل. وإعمال العقل ده هو في رأيي أنا كل حاجة عدا الإيمان الغيبيات، لكن الباقي أنا معتزلي. دكتور رائف، عايزة أسأل حضرتك كل هذه التساؤلات على المستوى الشخصي، هل هناك طلبة يسألونك في هذه الجزئيات ولا الطلبة ما هماش خلاص بقى وخصوصا بتوع كلية التربية وما داخلين على غير رغبته؟ لا طبعا بتلاقي طلبة ممكن في المحاضرة يسألوكي. طبعا ممكن بعد المحاضرة، ممكن على الواتساب، ممكن على الماسنجر، طبعا بياخدوا هما شايفينك. فكرة انك تبقي، هو ده اللي بندرب المعلمين على انك تبقي مصدر الهام للطلبة. انا عايز المعلمين، مش عايز رأيك بس، انا عايز 100,000 واحد افضل من رأيك بكتير. فكرة انك انت كمعلم، انا بدرب طالب معلم ده هيبقى معلم في يوم من الايام، فده هيقود اجيال، ففكرة ان هو يبقى ملهم بالنسبة لطلابه. فانا عايزك توصل، انا بقول للطلبة اللي هم المعلمين اللي هيبقوا معلمين، في معلم شاطر يعني قادر ان يوصل المعلومة، وفي معلم ممتاز ده بيطلع على كذا وبينمي نفسه وشغال على نفسه، وفي معلم ملهم للطلبة ان انت قريب جدا من الطلبة فهيسمعوا لك. خلي بالك الطالب مش هيحب مادتك غير لما يحبك شخصيا يكون واثق فيك. كفايانا كلام نظري ان انت المفروض تعمل كذا، الطالب عايز يشوفك نموذج ليه. وانت والحقيقه دكتور انت خير نموذج، يعني انا بعتقد انك هتديهم الامل. هرجع لسؤالي اللي انا دايما اللي كنت بسال فيه النهارده، وجات لي ردود فوق ال 500 رد، وكلهم بيقولوا لا الياس افضل من الانتظار. الياس هو اللي بيتكلموا ده على فكره، يعني اقول لو بسال الله بلغة العلم يعني ده استقرائيا ده نموذج متحقق. أما النموذج التصوري اللي هو بتاع المثاليين الاستنباطي بتاع أرسطو اللي هو المنطق الصوري، فده الأمل اللي أنت بتقولي عليه لعلها ما نعرف ولعلها لعلها ولعل رب العباد يحلها لغاية إيه برضه هنا. أنت بتجي كأن الشعب كله مكروب، كله كاتب لك ايات ودعاء وعلى اخره. حضرتك قريت كتير. انا بصي انت ما بتعرفش تشوف المجتمع ده كله ايه، وما تقدريش. انا كنت اتحدث غير عن حال الاسكندريه، ما تقدريش يعني انا مش بتحدث عنها. انا شفت حضرتك امبارح منزله بوست عن الطلبه. يعني انا في منتهى الحزن. ليه؟ لان مش اسكندريه، يعني عارف حضرتك يعني احنا ما جيناش حتى في حي من احياء القاهره شبرا او حي من احياء البحيره. تخيل حضرتك عشان تروح مشوار صباحا نهارا نهارا جهارا مساء طول الوقت للمرور مساعدك. الرئيس قال نطلع بره، اوكي احنا هنطلع بره، بس الى ان يتحقق لنا ذلك في بره في العالمين. وانا دلوقتي على يقين انا مش عارف امشي. انا يعني انا باجي عند كوبري سيدي جابر اللي عملوه ده اللي ما كانش له اي حاجه وما بقاش عارفه اتحرك. طب ده كورنيش، فما بالك بالعشوائيات، فما بالك بسموحه، فما بالك مقفوله بكوبري. فعشان واحنا كنا لسه بنتكلم برضه ان الاحجم انه ياخد في الحته الفلانيه عشان شاف تقاطر السيارات. لا ما بتمشيش. اسكندريه محتاجه زي القاهره كده، عايزين دور تاني زي اللي موجود في حته. انا اعتقد يا دكتور معلش يعني هذا وجهه نظري الشخصيه، الاسكندريه تحتاج اداره قويه. انت لو حضرتك عدينا دلوقتي انا وانت من على الترام حالا، كم القمامه غير عادي، كم القمامه على الترام غير انا وانا جايه، يعني انا رؤى العين، يعني حاجه السنه دي غير عاديه. اسكندريه ضلمه، يعني انا مش عارفه ليه. ممكن بتوفر الطاقه. طب حاجه كويسه جدا. حضرتك قلت حاجه واحنا مقبلين على مؤتمر المناخ في نوفمبر، تمام اوكي. نوفر الطاقه. ليه انا مفرضش على كل صاحب عقار جديد يعمل طاقه شمسيه؟ ليه انا ما اعملش طاقه شمسيه واعمل بدل الاعلانات
اللي شغالة على الكورنيش دي عاملها طاقة شمسية. ما دي برضو من المقترحات. لا هي دي مش محتاجة مقترح. أنا الإعلان اللي حضرتك بتاخد فيه ملايين كمحافظة أنا أحط نور نور عشان النور بيديك أمان. النور بيديك طاقة إيجابية. النور يبعث فيك الراحة. الظلمة تجيب لنا اكتئاب وكرب أكتر من اللي احنا فيه. فما انت ما توصلنيش لكده. انت حلوة قوي ما حضرتك قلت البنوك ما تخليهم البنوك دي كلها ما تخليها تحط طاقة شمسية. القضية شركات الاتصالات الإعلانات مين مش عايز يعمل إعلان على الكورنيش يعملوا إعلانات يحطوها طاقة شمسية. إيه القضية دي حاجات كلها أفكار متاحة. هي مش من بنات أفكار أمل صبحي ولا فلان ولا علان. اسكندرية تستحق يا دكتور. اسكندرية تستحق. اللي حاصل على كورنيش اسكندرية مهزلة. مهزلة. إن أنا أشوف سيرك وبتاع مش عارف إيه وبتاع. لا كتير قوي علينا. كتير. وأعتقد إن الرئيس مش بيحاسب حد على الرأي. ما نراه في الإسكندرية قاتم 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 لأبعد درجات القتامة. وتعبنا وزهقنا وقلنا لا مش معقول. طب نرجع بقى للنسبية في الحتة دي عشان يبقى في أمل. لا ما هو عندنا أمل. عندنا أمل. ما هو مش معقول الرئيس يبقى بيشتغل بالطريقة دي ويعمل العالمين الجديدة ويقوم نردم على إسكندرية. يعني بصي حتة إسكندرية برضو في فكره ليه ما ترجعش مصر زي ما كانت تاني برضه. ما تزعليش مني يعني. يا فين مصر واحنا عارفين نعيش عشان يبقى في مصر. انا عايز اقول لك يا دكتور احنا مش عارفين احنا اهلها بدون مصيفين مش عارفين نعيش. انا حضرتك يا دكتور بتروح شغلك الساعه كام؟ والله انا عشان بركب من واطلع من عند المحموديه فمش حاسس بالحاجه دي الحقيقه يعني. وبرضه هنا بقى لازم حضرتك لو نزلت في وقت المدارس ما انت يعني برضه النهارده يعني عشان نطلع من كوبري الابراهيميه. بس انا الحقيقه انا لازم اشكر الدكتور علي عبد الوهاب انت عارفاه يعني طبعا الامانه يعني هو راجل بيجي لي ويوصلني وحاجه جميله جدا جدا. فانا مش حاسس بالحته دي قوي يعني. لكن ابني حاسس والتاني حاسس عشان يطلعوا المدارس يعني احنا في سموحه مخنوقين يعني. حضرتك بتعمل ايه يا دكتور رائف؟ انا عشان ساكن برضك في العجمي ف برضك بنزل قبليها مثلا عشان ادي محاضره اللي هي بساعتين قفا انا عشان اجي النهارده لحضرتك يعني اطلع لقاء الساعه 10 انا نزل الساعه 8 بعربيتي الساعه 8 من الساعه 8 عشان اوصل هنا 10 الا تلت 10 الا ربع. هو المفروض ما تتحركش بعربيتك لو انت عايز رايي. خفت بقى خفت وانت راجع يعني وانا راجع مواصلات وكده. طب هو ده العادي يعني انا بسال بس هو ده العادي يعني هو ده العادي ان احنا اسكندريه تبقى بقى هي دي النسبه يا دكتور. هو ده الامل وهو ده الانتظار على فكره أصلاً انا ممكن. كان عندي امل في ان الاسكندريه هتبقى هتتنقل نقله تانية. الامل بقى بيروح بشوف حاجات وناس بتاخد حق غير حقها وناس ايه ده تقولي نسبيه. طب انا هجيب النسبيه دي منين عشان انا مش قادره على عشان قضيه الياس يعني اولا طبعا لا ياس مع الحياه ودي مقوله. القصه برضو هنا ان فكره الصبر يعني مش الصبر يعني معناها لا بد هتتحل. والقصه هي لا برضو نوجه يعني او بلاش نوجه نقول يا ريت كده حد يفكر لنا في اسكندريه زي ما فكروا في القاهره يعني ان انت محتاجه فوق شارع ابو قير ده محتاجه شارع تاني وفوق البحر وهكذا يعني. لان اسكندريه يعني خلاص يعني الطاقه الاستيعابيه بتاعت الشوارع بتاعتها بس يعني عشان يبقى في امل يعني. بس حاضر يا دكتور لازم يكون في امل واكيد لازم يكون في امل. لو بطلنا نحلم نموت دي حقيقه ان احنا لازم نحلم. لكن مع الحلم لازم يكون في عمل. طبعا طبعا احنا مش شايفين عمل. شايفين مؤتمرات شايفين ندوات في الاسكندريه شايفين تصوير شايفين حفلات شايفين ناس بتصور لكن على ارض الواقع لا نرى اي عمل. عارف حضرتك لو سكرتير عام لو احد النواب يا جماعه اللي انا ما بشوفهمش خالص دلوقتي احد نواب المحافظ يقف الصبح بس يعني هي مش مهامه هي مهام المرور بس مجرد وجوده هو على راس القائمه
حاجات كتير جدا. انا بقى عندي اعتراض هنا بقى. ليه لو وقف نائب المحافظ او حتى كبير المرور هيطبق المعيار ونحن غير ملتزمون او غير ملتزمين بهذا المعايير؟ وانا وانت جربناها لما بتكعبل العربيات في بعضها البعض، تعال هنا وده تعالى بتمشي، لما بيقف انا بنتظر فتره اطول. ليه؟ انا غير ملتزم ومش عايز اطبق المعيار. طب ليه ما نطبق المعيار؟ مش هو المساواه في الظلم عدل ما يطبق عليا؟ طب او انا ليه يا دكتور باخد اكسكيوز؟ وانا ليه باجي اخد؟ انا باجي اخد واسطه من حضرتك عشان تاخد حقي انا بس. انا حقي بس. جميل. مش عايزه حق غير حقي. ما هو انا المعيار ده يبقى واضح للناس. ما هو واضح. مش واضح؟ لا لا، هقول لحضرتك ليه واضح. لان دلوقتي كل الساحل، كل المخالفات كانت زمان يقول لك ايه يا سيدي انا هبقى اروح اشيلها. النهارده انت متصور صور، صوت وصوره وسرعه، مش هتتشال. انا شفت ده في مدينه الانتاج، مش هتتشال. شيخ زايد سرعه 80 بالظبط، وما فيش حد. مش حد. لا حضرتك مش كده كمان. لا ضابط ولا رجل قضاء ولا امين شرطه ولا اي حد يقدر يشيلها هذه المخالفه والثقه. احنا نلتزم. ليه الناس مش هتلتزم؟ احنا عايزين قانون. يا وانت جيت طبيعي قانون. لا احنا عندنا قانون، احنا عايزين تطبيق اليات. ما انت جبت الحل. لما قلت له 80 في الساحل اللي بيبقى رايح بيتخنق، مش كده؟ بس خدي خدي معايا للاخر يعني. لكن عارف ان الجزاء واقع واقع. من امن؟ من امن الامام علي. من أمل العقاب أساء الأدب. ودي حقيقة. هل هتقدري تعملي في كل شيء؟ بس خلي احنا هنا محتاجين نوع من الوعي، الناس تفهم. معلش يا دكتور، ايه المشكلة لو انا حطيت الحذاء؟ ايه اللي هيضرني؟ طب بقى اكلمها بقى على ايه اللي هيضرني يا دكتور؟ ان انا ما اقفش. انا يعني سلوكيات المدرسة. أنا أخجل أمشي في عكس الاتجاه. طيب. أخجل. دي تربية. يعني المدرسة يعني. اللي البنات تدافعوا وقعدوا بالسلم. أديك شفت حضرتك. في الجامعة. ومدير المدرسة النهاردة اللي بيقول لك لا أنتوا مخطئين. دول مش 190 طالب، دول 75. لو طالب واحد. لو طالب واحد. لو طالب واحد. 30. الأدهى. على يعني 75 طالب. يا فندم. وبتلوموا المدرس بيدي دروس خصوصية ليه؟ هو لو سمع ما يقدرش يسمع، هو يا دوبك يسكت الطلاب. ما هي دي، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في الجزئية دي بقى. أنا تخصصي مناهج وطرق التدريب. فإحنا معنيين بإعداد الطلاب المعلمين مهنيا على أحدث طرائق التدريس. ساعات وأنا بدرس طرائق التدريس الحديثة فأقول لطالب يعني مش عايزين نشتغل في طريقة الإلقاء. ليها مميزات شوية، إنما في عيوب كتير إنها بتعتمد على المعلم. أنا عايز الطالب اللي يشتغل. أنا عايز الحصة 45 دقيقة الطالب فيها اللي يجتهد ويشتغل. أنت دورك هنا كمعلم موجه ومرشد للعملية التعليمية. فبدربه على احدث طرائق التدريس. ينزل الطالب المعلم ده يجي يتدرب في التربيه العملي. يلاقي قدامه 100 طالب. يقول له يا دكتور رائف انت عايزني اقعدهم في حلقات مستديره، انت عايزني اقعدهم، لان انا كل طريقه ليها جلسه. انت عايزني اقعدهم على حرف اليو عشان يبقى في تلقي بصري. لماذا يا دكتور لا يتم الاستعانه باساتذه المناهج وطرق التدريس؟ انا بس انا عايز عشان احنا بنختم خلاص. ما ادري بداله بس يعني اتفضل. في بعض الألفاظ التي تستخدم خطأ. أولا دكتور أو الأستاذ لا يصحح الآن، يقدر الدرجة. لأن كلمة التصحيح إن أنا زمان كان أحط لك الغلط الخطأ وأصوب الخطأ، يبقى إحنا بنتكلم كلمة درجة. كلمة المنهج والمقرر. المنهج هي الإجراءات التي أوصل بها المقرر، زي ما بتكلم طرق التدريس دي هي دي المنهج. المنهج مش هو المحتوى العلمي اللي هو كمقرر بيدرسه الطالب. احنا عندنا شويه الفاظ لابد من اعاده صياغتها. مع احترامي طبعا دكتور رضا حجاز. وانا معاه في تغيير الراي. يعني كان حد كتب له مقال النهارده ان انت كنت مع الدكتور طارق شوقي الله يمسيه بالخير وبنقدم له التعازي في زوجته. طبعا وبنقدم له كل الشكر على ما قدمه للتعليم. حاجه اسمها الدروس المستفاده. وفي الفكر الاستراتيجي بيقسموه
فكره الرساله مع الرؤيه ان انا بعمل برنامج في سنوات محدوده او في سنه معينه. اذا وجدت ان في نوع من المعوق مفروض اقومه. فنرجو ان انت برضو الدكتور رضا حجاز مش معناها انه ينسف من قبل طبعا، ولكن بيصحح على يعمل عمليه تقويميه. صح عشان القصه نورتوني دكتور رائف. في حاجه حضرتك تقولها بسريعا؟ سريعا كده بس يعني هي فكره التخطيط. احنا عايزين نخطط. انا بطالب المعلم قبل ما تبدا الدراسه، قبل ما تبدا الدراسه كده لازم يحط استراتيجيه على مستوى التخطيط، على مستوى التنفيذ، على مستوى التقويم. تخطيط يعني اهداف، يعني تحط اهداف هتحققها مع الطالب، استراتيجيات التدريس اللي هتستخدمها في تحقيق المحتوى، التنفيذ بقى جوه الفصل هتعمل ايه، هتقعد العيال ازاي، هتهيئهم نفسيا ازاي هتخلق مناخ اجتماعي يسود الحب والاحترام، التقويم، شكل الامتحان، الاسئله، هتقيس مستويات ايه، كل ده لازم قبل بدايه الدراسه. نورتوني وشرفتوني، انا استفدت جدا في محراب العلم. نقف وننتظر كل هذه الكلمات الرائعه. دكتور حجازي نورتني. شكرا يا فندم. نورتني دكتور رائف، ونتمنى مزيد من اللقاءات. يا رب يا رب يا باقي استر لنا الباب، يا سلام، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي أمل صبحي.